عيد ميلاد. زياد بيقول خذ الجوال كلم امك دقيقه ورجعه. هذا اللي بيحصل ان شاء الله. ان زياد كل عام يا مشعل بتقول لمن كل عام وانت بخير بتقول هذا زعل. شخص واحد والله اني اقول لامي ما في بعد. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يمه وينعاد عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. عيدكم دائما في الاردن في اي محافظه او مدينه؟ في محافظه المفرق. المفرق اي نعم. ما عليك زود. عطني طقوس العيد في الاردن. والله يعني منطقتنا اللي احنا فيها ممكن انها تختلف من بيئه لبيئه يعني. يا سلام. عرفت؟ لكن عندنا في الاردن مثل ما تقول بعد من يعني بالعاده نضل صاحيين ما ننام لين صلاه الفجر. من صلاه الفجر نصلي بعدها نبدا نجهز الامور اللي ما بعد صلاه العيد. بعدها نروح لصلاه العيد اللي خلصنا رجعنا نذبح اذا كان عيد الضحيه ويكون فيه جمعه عند رجال مننا من احد ابناء المكان ابناء المنطقه تكون هو عندها الجمعه فتجتمع كل ابناء المنطقه وابناء القبيله عند هذا الرجال في سبيل ان نعيد على بعضنا كلنا في بيت واحد. يا سلام. ما فلان رايح بعيد فلان يعيد فلان لا نجتمع في مكان واحد ونعيد عليهم كلهم وناس البعيده ما بين خوال وعمام وكذا يعني. يا سلام. نروح لهم للبيوت ونكملها اليوم هذا مثل اي عيد يعني. يا سلام. كل عام يا عبود شلهيب تقول المن ونعم. ان شاء الله يخلي لك يوم. تتمنى هالعيد تعيد معه؟ اي